بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم طلاب المرحلة الثالثة بالمحاضرة الأولى للماكسيلوفيشيال بروستيسيس. والمفروض احنا يعني عدد الحضور يكون أكثر من هذا، هذا الموجود مشكلة. هذا اختصاص الماكسيلوفيشال بروستيسيس مثل ما تعرفون هو احد الاختصاصات الدقيقه في البروستاتيك دنتستري. سو وي نيد احتاج لنا محاضره تعريفيه اللي هي تشمل الانديكيشن والديفينيشن والتريتمنت بروجرام. لو نريد نعرف شنو البروستيسيس نقول هي از ان ارتفيشال ديفايس يوز تو ريبليس ميسنج بارتس اوف ا هيومن بودي. يعني أي جزء صناعي، كان يكون هب مفصل الحوض، أو كان يكون الالبو هذا مفصل مرفق الإيد، أو يكون الني، هذا نسميه بروستيسيس اللي يعوض missing part of the body. عندنا الماكسيلوفيشيال بروستودونتكس، هذا it is that branch of prostodontic dentistry which deals with the treatment of patient with oral and facial defects. يعني أي مريض يعاني من فقدان جزئي أو كلي من الوجه والفكين، سواء داخل الفم أو بالوجه نفسه، هذا الاختصاص المسؤول عنه هو الماكسيلوفيشيال بروستودونتكس. فإذا البروستيسيس فيشيال ديفايس يوز تو ريبليس ميسنج فيشيال أور أورال ستراكشر. هنا البروستيسيس قلنا replacement of missing part of a human body، بينما هنا الماكسيلوفيشيال بروستيسيس هاي متخصصة بالفقدان من الوجه والفكين. عندنا فد introduction بسيط. احنا نعرف انه هو الفيس يعتبر مثل مرآة جسم الانسان، لانه through various facial expression the patient and you can tell and the patient and the anxiety psychological اي missing يصير بالفيشال بارت راح يؤدي الى ان يكون المريض يشكو من هوايه اشياء، من ضمنها الالتريشن بالاستاتيك، النورمال فانكشن اوف سبيتش يصير بي التريشن، الماستيكيشن يصير بي التريشن، فهذه كلها تؤدي الى معاناه نفسيه. احنا نشوف انه الاشخاص اللي هم فاقدين لجزء من وجههم العامل النفسي يكون اكثر من ذولا اللي يكونون فاقدين a hand an arm or a leg. يعني المريض اللي عنده مشكلة بايده او برجله او يمشي على عكازه ما يشعر باحراج مثل الشخص اللي فاقد جزء من خشمه او اذنه او عينه وهكذا. فالماكسيلوفيشيال بروستودونتكس هو يلعب it's plays a major role in treatment and rehabilitation of such patients. بس نيجي نشوف من نقول what are the causes of oral and facial defects. الكوز الأول هو الكونجنيتال اللي يشمل cleft lip and palate، يعني شق اللهاء والشفة، هذا واللادي. الكوز الثاني هو تروماتيك مثل اكسيدنت او وور انجري. الكوز الثالث اللي هو باثولوجيكال، يعني بالحالات المرضيه مثل السرطان والمصحوبه براديكال سيرجري. These causes of defect will result in defect when intraorally or extraorally. بالانتراورالي طبعا راح افكت الماكسيلا والماندبل. بالاكسترا اورالي افكت ذا اي ذا نوز ذا اير اند ذا كرانيال بونز. بوث ذيس ديفكت ويل افكت سبيتش ماستيكيشن سوالوينج اند استاتيك. اي شيء يصير بالمانديبل والماكسيلا راح ياثر على السبيتش والماستيكيشن والسوالوينج والاستاتيك. اي ديفكت يصير بالاي وبالنوز وبالاير وبالكرانيال بون it will affect the appearance والحاله النفسيه. طبعا قلنا هاي الديفكت راح تاثر لنا الى psychological problems. اوكي ناو اذا ما هو الايم؟ الايم اوف maxillofacial prostodontist to reconstruct the missing part and maxilla mandible and face with non living substitute اللي سميناها بروستيسيس.
شنو in order to achieve improvement in aesthetic, restoration of function and restoration of normal life حتى يرجع المريض إلى normal life. عندنا سأريد نسوي classification للبروستيسيس. أولا عندنا extraoral prosthesis. أول type of extraoral prosthesis هو ocular prosthesis اللي نقصد بها missing eye، يا أما partial يا أما بس بعضو العين يا أما بعضو العين والstructures المحيطة به. فهاي يسموها ocular prosthesis، المقصود بالocular يعني الآي. The second extraoral prosthesis is the nasal prosthesis. أيضا ممكن يكون partial loss or complete loss of the nose. The third part of the extraoral prosthesis is auricular prosthesis، يعني العلاقة بالإير. Auricular يعني بالإير. أيضا partial or complete loss of the ear are the type of extraoral prosthesis. The other type of extraoral, fourth type, is the cranial prosthesis. هذا من يكون عندنا damage أو missing بالcranial bone، أيضا إحنا نسوي cranial prosthesis بالتعاون مع الجراح نسوي replacement. The fifth type is the nasal stent prosthesis. هذا نستعملها بالoperation مع nasal stent. حتى من يسوون عمليات ليسر عندنا كولابس للنوسترول، فالماكسيلوفيشال بروستودونتست هو المختبر يصنع هذا الجهاز اللي هو النيزل ستنت، واللي عادة مصنع من أكريليك وممكن أن يكون ريدي ميد. يجي على الانترا أورال بروستيسيس، هسه داخل الفم، هذا يكون بالماكسيلا عن ماندبل. أول شيء احنا نسوي سيرجيكال هاي المثبتات الجراحية تجي in different designs and different material، ممكن تكون من كروم كوبر، ممكن تكون من أكريليك، ما إلها design معين. It depends on the case. Usually when there is a trauma or fracture in the bone, in the maxilla or mandible, الجراح يحتاج surgical splint فيصنعها المكسيلوفيشال بروستودونتست هي المختبر. عندنا radiation device لما المريض يكون مصاب بأمراض سرطانية، and we don't want the radiation to scatter to the natural tissue. We manufacture a prosthesis that will direct the beam of the X-ray on the lesion exactly. هذا هو الليجن، ما نريد الscatter radiation يروح للناتural، فنصنع هذا الجهاز والX-ray beam راح يروح directly to the cancer lesion. أكو عدة تايبات من هذه بعدين ندرسها بالمستقبل. عندنا البلاتال ليفت بروستيسيس، هاي راح ندرسها بعدين بالتفصيل. هذه لما يكون عندنا البلت ما يغلق تماما، فنصنع هذا الجهاز اللي هو closes the oropharynx and the nasopharynx. هذا راح ندرسها بالتفصيل في محاضرة أخرين. How to construct a palatal lift prosthesis. Also here عندنا complete lecture how to construct a speech bulb prosthesis. أيضا هنا لما يكون عندنا palatal defect يفوت الأكل والصوت بين النوز والماث، فنصنع هذا الجهاز اللي هو speech bulb prosthesis. التفاصيل بعدين بالمحاضرة. عندنا الفيدنج بليت، ايضا هذه راح تدرسوها بالتفصيل. هذه when we have a child born with a defect in the palatal defect newly born we cannot take the milk لانه contact هذه ولاديه، هذا الديفكت ولادي شق لها الولادي، فاحنا صنعنا هذا الجهاز اللي هو فيدنج بليت اللي يساعد الطفل على النورمال فيدنج على الرضاعه الطبيعيه. عندنا البلاتال اوبتشوريتر، هذه موست فيموس لما عندنا تروما او لما يكون عندنا تيومر، فراح يصير عندنا دايركت كونتاكت بين الاورال كافيتي والنوز. المريض اي شيء ياكل يشرب يحكي راح يروح الخشمه، ومن خشمه يجي الحلقه وتسبب له مشاكل. ايضا وي كونستراكت فور هيم ان اوبتشوريتر يلبسها ونغلق هاي الفتحه يساعد المريض على النورمال لايف. عندنا الماندبل ايضا نصنع له اجهزه اللي هي عندنا هذا المانديبولار جايد
when there is a damage in the mandible, so on a fracture or a tumor, the mandible will be deviated and we will have not have a proper contact with the upper arch. So يصنع اخصائي صناعه الاسنان ويا التكنيشن ماله يصنعون هذا الجهاز in order to guide the mandible into proper. هنا ايضا بنكون عندنا تروما بالماندبل and we lose teeth, راح يصير عندنا مشاكل بالتشوينج بالسبيتش بالاستاتيك, فايضا نصنع احنا هاي الجهاز اللي هو partial denture or to close this defect side and replace the missing teeth and bone. عندنا ايضا ممكن يكون عندنا tongue prosthesis لما يكون عندنا سرطان, ايضا هذا artificial tongue if there is a completely missing teeth and هذا مصنوع من السيليكون انا ويا الدنشر, واذا عندنا partial ايضا هنا هذا يساعد المريض in order to swallow the food. هذا التانك will be priced against the ballot. Now هسه هذول المرضى ناخذ فكره شلون نعالجهم, راح نجي على هاي الستيجز 1 باي 1 in the future lecture. The patient with intraoral defect بالماندبل and maxilla او حتى بالاكستراoral defect are treated by three stages. اولا pre-operative stage يعني قبل بدء العلاج الحقيقي, post-operative stage, وبعدين الستيج الثالثه اللي هي الديفينيتيف اند فولو اب ستيج. هاي المراحل الثلاثه هي اللي نستخدمها في البروتوكول مال التريتمنت اوف ذوز بيشنت. نجي هنا من هم التريتمنت تيم اوف بيشنت وذ بالاتال ديفكت, من هو فريق العمل اللي يعالج هذول المرضى. عاده البيشنت وذ ماكسيلوفيشال ديفكت are best treated by a team of different specialties to in order to get the best result. من هم هذول؟ Number one بالنسبة إلي أعتقد number one بالتريتمنت تيم هو الماكسيلوفيشال بروستودونتست. هذا he plays the major role وهو مثل نعتبره مثل حجر الزاوية, لأنه الماكسيلوفيشال بروستودونتست is involved in treatment planning من البداية, هو يكون ويا المريض in treatment planning وبالactual treatment وبعدين بالفولو-up, كلها هذه يستشيرون بها اختصاصي تعويضات الأجزاء المفقودة من الوجه والفكين. أيضا the second member of the team is the maxillofacial surgeon. طبعا نحتاج جراح اختصاص بجراحة الوجه والفكين لأنه هو اللي راح يشتغل بالربط الفك المكسور أو هو اللي راح يشيل الحالات السرطانية, فنحتاج maxillofacial surgeon. Other specialty we may work with the neurosurgeon. هذا الشخص لما يكون عندنا مثل ما رويناكم defect بالcranial bone في فقدان عظام الجمجمة, فيراد لنا جراح جملة عصبية يشتغل والmaxillofacial prosthodontist يزوده بالcranial prosthesis حتى يعوض بيها missing cranial bone. We have the radiotherapist. طبعا نتعاون ويا radiotherapist لما we need radiation treatment, ايضا نصنع لهم احنا radiation stent. Another member of the team اللي هو speech therapist, لما يكون عندنا cleft palate والمريض نلبس الجهاز, هذا المريض راد نعلمه مرة ثانية على كيفية النطق السليم. عندنا psychiatrist ايضا قلنا لهذول المرضى they will go through difficult psychological impact, ويراد لنا شخص بالامراض يعني الحالات النفسيه ان يأهلهم للعيشه الطبيعيه مره ثانيه. عندنا راد لنا special nursing team, لازم يكون مساعدين ويانا يشتغلون ويتفهمون الحالة النفسية لهذا المريض ومدربين تدريب جيد. عندنا راد لنا general dentist, هذا اللي سنشوفه شنو واجبه, اللي طبيب الأسنان الاختصاص العام اللي من واجبه أن يهيئ المريض ويحشي الأسنان ويشلع الأسنان للمريضة قبل البدء بالتعويضات.
وعندنا أهم واحد اللي هو although it is written النقطة التاسعة بس هي بأهمية النقطة الأولى يرادلنا efficient dental technician and laboratory. Without the prosthodontist and without the efficient dental technician and laboratory هذا الشغل ما ممكن يصير. طبعا هذا فريق العمل يعني it is not necessary أنه كلهم موجودين في آن واحد. Sometimes we only need the maxillofacial prosthodontist والmaxillofacial surgeon وطبعا الجنرال دنتست واللابراتوري لما هي الشغله بس تكون جراحيه. Sometimes مثلا ما نحتاج جراح نحتاج النيورو سيرجن بس ان جنرال هو هذا التيم اللي يتعاونون معا من اجل علاج هذول المرضى اللي هم مصابين بالماكسيلوفيشال ديفكت. طبعا هاي هي نهاية المحاضرة الآن. إذا بعد شوية إذا هسه راح خلينا نقول بالشات تقدرون تسألوني إذا أحد عنده سؤال إذا أحد عنده شيء بالشات اكتبوا وأنا أجاوبكم.